بسم الله الرحمن الرحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
بسم الله وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ
فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. في نفسك تضرعا
نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو ولا صاد ولا تكن الغافلين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يسألونك عن الأنفال
الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون you
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ابن مدينة المطرية ونبت بيت اهل القرآن شاكرين الى فضيلته والى حضراتكم جميعا باسم السيد النائب والحبيب محمد بيت مدينة نائب رئيس حزب الوفد بالجمهورية
وباسم الحاج وباسم كل آل مدينة صغيرة وكبيرة، باسم الحاج بدوي عبد الواحد مدينة، شاكرا الى صاحب الفراشة الكبرى والتقنية العالية بهندستها الاذاعية والكهربائية والفندقية، مؤسسة فراشة عيال مدينة بسريوس. ايها السادة، شكرنا للسادة النواب النائبين الشقيقين الحبيبين مصطفى بيك القنار ومدحت بيك القنار. كذلك اشكر ايضا السيد النائب الكريم أسامة فتحي عبد الرحمن والسيد النائب عزيز بيك سامة والسيد النائب كمال بيك ابو دنيا والسيد النائب عاطف النمكي والسيد النائب الحاج حسن الحال. كذلك اشكر ايضا اسم الحاج محسن ابو جدي الحاج مجاهد عامر والحاج عامر علي عامر السيد اللواء هشام بيك جوده السيد اللواء حسن بيك السيسي رئيس قطاع السجون ومساعد السيد وزير الداخلية. كذلك اشكر فضيلة الشيخ سعيد عبد الرحمن رائد الساحة المحمدية الالهية بالمناير والسيد المستشار وليد بيك البنات